وسهلا فيكم بحلقة يوم السبت المميزة اللي دائما بنستناها، لأنها بتكون هيك عبارة عن راحة نفسية بعد ويك إند. أفكارنا بتكون هيك مدبلجة إنه نعمل بداية طبخات للأسبوع، وأكيد هنوشة لأنها بتنورنا الحلقة اليوم. شو الأخبار؟ منيحة، كيفك أنت؟ أنا كتير منيحة، أنت؟ منيحة الحمد لله، ومشتقت لك كتير. وأنا لأنه دائما بحس حالي صرت أشوفك من الأسبوع للأسبوع. الصيف مش ضابط معنا. لا مش ضابط أبدا. يعني حبيبتي. اليوم اكيد هانيه رح نكون بحلقه كثير مميزه، الوصفات كثير حتكون بارده خرج الصيف. صح. وبنفس الوقت انتم متعودين علينا نكون معكم مباشره على الهواء على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال. اليوم مش بس عشان تقدروا تربحوا كمان معنا، كمان عشان تشاركونا بالوصفات اذا انتم بتطبقوها بنفس الطرق اللي رح تعملها اليوم هانيه. واليوم بدي منكم تركزوا كثير منيح بالوصفات، تحديدا يمكن السلطة رح يكون في شغلة رح نستخدمها من الكرم منتج. إذا رح تعرفوها شو هي هذا المنتج طبعا بتقدروا تربحوا معنا باكج مقدم من عند منتجات كرم زمزم بختام الحلقة. وما تنسوا تتفاعلوا معي من خلال الكومنتس بكلمة كرم زمزم وتشيروا الحلقة وترفعوها لعدد كبير من يلي عم بتابعنا. هانيا شو رح نعمل اليوم؟ اليوم بما انه شوب يعني ان شاء الله هيك بمر علينا هالاسبوع الحافل قد ما حذرونا فيه انه رح يكون شوب. انا اليوم كلياته تحضيرات، طلعت برا ضبيت جرة الغاز، ضبيت كل الاشياء، اي شيء ممكن يشتعل خبيته. فهيك وانا عمالي بحضرهم صرت احكي بدنا شيء يبرد على قلبنا، ما فينا حدا اظن قادر يوقف يقعد يطبخ ويعمل طبخات صعبه. صح. بدنا شيء سريع، والاشياء اللي يعني سريعه وزاكيه اللي هي فيها لبن. دائما بنقول انه اللبن بالصيف ببرد على القلب، فعملت لكم اكلتين اليوم باللبن. ومش اي لبن، ومش اي لبن، لبن المراعي. عملت لكم اليوم لبن امه او شاكريه، وعملت لكم معكرونه صدف كمان برضه باللبن. ورح نعمل كمان سلطه كتير زاكيه وهيك مغذيه ومنعشه، هيك بتنعش القلب. وعاملين كمان سموذي زاكي. حلو. اللبن رح استغل انا وجود المراعي معانا، رح نعمل اشي باللبن البقري، رح نعمل اشي بالشنينه. حلو. وجايبه اشي زاكي اضيفه لتمارا، هي ما انتبهت تقول لي هذا ليش هون، قلت لها بعدين بتعرفي. طبعا انا لازم احكي لكم انه هذا اللبن يعني شراب اللبن الطبيعي كانت عم تحكي لي عنه قبل شوي هانيه، رح نحكي عنه اكثر خلال الحلقه لكل الاشخاص اللي بيعانوا زي من حساسيه اكل واشياء يعني عندهم مشاكل، فطبيعي جدا انه نقدر نستفيد منه. نعم. بس هاني بدنا نرجع نذكر انه اليوم في منتج رح يكون موجود معنا بالانجريدينتس، احنا بنستخدمه بالسلطات كثير، وبنستخدمه بالتعقيم، وبنستخدمه بالوصفات، يعني بنستخدمه بكثير اشياء. هو بيجي شفاف لونه، بدي منكم تحاولوا تتحذروا شو هو، اذا هو اصلا موجود بمنتجات الكرم، هل هو موجود الخل ولا لا؟ اوكي. يا سلام غششتيهم؟ لا هو السؤال هيك، في خل من منتجات الكرم ولا لا؟ أوكي. بلشوا تواصلوا معنا من خلال التعليقات عشان تكتبوا لي اذا موجود خل بالكرم ام لا، هيك بتقدر تربحوا معنا بختام الحلقه. رح نبلش معكم باول وصفه لايف، يلا. الشاكرية رح تحتاج ل 500 جرام لحمة مقطعة بالإضافة ل 2 بصل مقطع شرايح، ولمعلقة كبيرة من زيت الكرم، ومعلقة كبيرة سمنة المراعي، شنينة من المراعي، عود نعنع طازة، ومعلقتين كبار من النشا، واثنين كوب رز متوسط الحبة من الكرم، ورق غار وحب هيل وعود قرفة، بهار حلو، ملح ولوز مقلي. بيت بحب الشكرية بس لا ما حقدر اكلها، بس بحبها. الصراحه من الاكلات اللي بارده 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 هيك على القلب. يعني الشيء الوحيد اللي اللهم شوي رح يغلبكم اللي هو سلق اللحمه. هلا اللحمه اللي بنستعملها بهاي الوصفه لازم تكون لحمه، يعني هي لازم تكون خروف الصراحه عشان تكون شوي مدهنه عندكم. فهيها بتقدروا تجيبوها بعظمها، وبتقدروا تعملوها بدون عظم. انا اليوم عملتها بالعظم. هلا هي بتنعمل بالعجل اذا بتحبوها، يعني على انه في ناس كمان ما بحبوا الاشي الدسم، بس هي اصولها بالخروف. هلا للسلق طبعا اول اشي انا قلبتها، حطيت معاها قلبتها بالسمنه، حطيت لها سمنه المراعي معلقه، وحطيت لها شويه زيت، قلبتها شوي، بعدين ضفت عليها مي. انت الزفره شوي اللي بتطلع على الوجه اذا كان فيها، هي مش زفره، هي دهون طبعا اللي موجوده باللحمه. وبعدين حطيت لها ورق غار، البهارات اللي انا محطت لكم اياهم بالمقادير، ورق غار، عود قرفه، حب هيل،
حطيتهم عليها وخليتهم انه يغلوا مع بعض. تركتها تقريبا اذا بطنجره الضغط بدها نص ساعه، واذا بالطنجره العاديه بدها وقت اكثر طبعا يعني ساعه ونص. هلا هذا بالنسبه للحمه. هلا اللبن اللي رح نعمله، رح استعمل لبن البقري الطازج اللي هو هذا من المراعي. رح احطه، شوفي القشطه اللي على وشه شو بتشهي. انت كنتي وانت صغيره تقيميها هاي تاكليها؟ كنت اكلها ولهلا باكلها. انا كنت اعمل هاي العمله كمان، كنا نتخانق نوقف عند ماما نقولها احنا بدنا ناكل هاي القشطه اللي بتطلع على الوجه. طيب هاي حطيناهم هيك، نضل فيها شوي. رح نحط لبن شنينه كمان فيها، هيها هيك شوي. بس هو بتقدروا تستعملوا اللي بالنعناع، بتقدروا تستعملوا العادي. طبعا المراعي عندهم الشكلين للشنينه، في عندهم الشكلين. فهي هيك رح نحطهم، رح احط فيهم كميه النشا اللي عندنا. هلا الشاكريه في كثير ناس بتعملها بكثير طرق، في ناس بحطوا معها بيضه كمان عشان يعني تتقل اكثر، عشان تتقل اكثر وتطلع هيك ثيك اكثر. في ناس بحطوا معها من مرقه اللحمه كمان، انا رح اعمل هيك عشان اخليها هيك دسمه، فيها دسامه وفيها طعمه طيبه. فهي رح اخذ من ميه سلق اللحمه هيها وبتقليها، احطها مع اللبن. طيب هيك هي بتجمد يعني بتتقل اكثر؟ بتتقل اكثر، لا مع المرقه بتصير فيها طعمه هيك دسم اكثر. هلا رح ننزل هون الشنينه اللي مع النشا ورح نحركهم. الملح رح احطه بالاخر، يعني نطلع بالفاصل ونحركهم على البارد بعدين بنحطهم على النار. وعشان نحكي شيء كثير مهم انا وياكم اللي هو قصه البصل هذا. اوكي معناته رح نطلع بالفاصل الاولاني. ما تنسوا تبعثوا لي بالتعليقات اذا موجود منتج الخل لمنتجات كرم زمزم لتربحوا معنا بختام الحلقه. طبعاً رجعنا أكيد لكل أشخاص اللي انضموا لنا، وبدي أرجع أذكركم من اليوم الحلقة زي ما قلنا لكم بختامها رح يكون في عنا باكج مقدم من عند منتجات كرم زمزم. إذا بتبعتونا بالتعليقات وبتشاروا الحلقة هل يوجد خل بمنتجات كرم زمزم أو لا. طيب هنوشة هلأ رجعتي أنت سنيت اللبن. سنيت اللبن وهي حطته هلأ هيك عشان يغلي معنا. بس إحنا يعني بدكم تتذكروا إنه شوي الغاز يعني بطيء، بس هي عادي هلأ. هلأ الإشي اللي قلت بدي أحكي لكم عليه اللي هو البصل. البصل بوصفة الشاكرية كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا بنقليه بهاي الطريقة، أنا قليته مع سمنة شايفينه، ما بعرف إذا مبين معاكم على الكاميرا. عم بحط لكم المنتجات حتى يغششوكم. هلأ هيك بكون لونه، يعني ما بدنا نخليه يصير لونه بني، بدنا يضل لونه هيك. أنا بحطه بقليه شوي تمارة وبحط عليه ملح عشان إنه خلص يضل طري هيك بهاي الطريقة. بس يصير عندكم هيك من قيمه على جنب، يا أما بنسلق اللحمة معاه، يعني ممكن إنه بتحطوا اللحمة كمان بتسلقوها بنفس الطنجرة اللي قليتوا فيها البصل وخلص يعني، أو إنه بتخلوها بتضيفوه على اللبن. هلأ هذا البصل هو اللي رح يعطي أول إشي النكهة، هذا رقم واحد، وثانيا رح يخلي اللبن يعقد أكتر. زي كأنه مكرمل شوي. أيوة زي كأنه يعني مش مكرمل، هو بعطي هيك تقل للبن. هو هذا اللي بعطيها الطعم الزاكي للشاكرية. فزي ما حكينا، يا أما بتركنوا عليها لما بتكونوا سالقينه مع اللحمة، أو إنه بتكونوا عاملينه على جنب وبترجعوا بتحطوه فيها، لأن بعطي تقل للبن وبعطي طعم زاكي. هلأ في ناس بتحط له نعناع، نعناع ناشف أو يابس، وفي ناس بتحط له عرق نعناع زي هاد. بحركها معاهم وبس أخلص بقيمها عشان بس النكهة، عشان بس النكهة، لأني أنا بس بدي نكهته، ما بدي لونه يكون، ما بدي يكون عليها نقط، لأنه الشاكرية ما فيها نقط النعناع طبعا. بس هاي أوبشن عشان تعملوها إنها تكون زاكية، يعني زي المنكهات. زي منكهات. وفيكم بدل هذا الحكي تستعملوا شنينة اللي من المراعي اللي فيها اصلا النعناع، يعني طبعا هي هاي جديده. والحلو انك بتقدر تاخديها وتشربيها بالسياره، يعني هي عباره عن وجبه للصراحه. صح. وبالطقس هذا الواحد بيكون بده يعادل الملوحه بجسمه مع المي والسوائل مع الشوب
مع الطقس الحامي، فيعني بنصحكم فيها كثير، وزاكية هي كثير كثير، وهي طلعت بتنطبخ كمان فيها. بتقدري تاخذي من الشنينة، الشنينة اللي فيها النعناع بنقدر ناخذ منها، ما احنا رح نحطها يعني بدنا نحطها مع اللبن مش انها هي لحالها. طيب هنوشة بدنا نشوف هيك مجموعة من اللي عم بتابعونا وانت بتحكي. إيمان خالد بتقول نعم متوفر الخل، وكمان نادية بتقول موجود، رنا كمان يتوفر خل كرم زمزم، محمد شريدة موجود، كمان سميرة أبو زر بتقول موجود، ميوش حابة تمسي علينا وتقول كمان من أميمة مقدادي وهنيدة مقدادي من بيت القدس، كمان أهلا وسهلا فيكم. أمل موجود خل بيعطيكم ألف عافية كمان أبدعتوا، ونوال كمان شكرا لإلك، ومحمد كمان شكرا لإلك. يعني أنا هو السؤال، إذا موجود من ضمن مجموعة كرم زمزم بالمنتجات خل، نعم أم لا؟ طيب هي هيك. هلأ هذه عادة الأكلة تمارا بتتقدم مع الرز مع شعيرية، فإحنا اليوم أنا استعملت رز المتوسط الحبة من كرم، من كرم قلبت أول إشي شعيرية. كتير مهم يا جماعة تستعملوا بهاي الوصفة سمنة، ما تقولوا لي إنه لا بدنا نعملها خفيفة وإشي، لازم نحط فيها ولو معلقة سمنة صغيرة مع الرز لما بدكم تعملوه، لأنها هي طعمتها الأصلية. إذا بدكم توصلوا للطعم الأصلية تبعت أهل الشام اللي كانوا يعملوها كانوا يحطوا فيها معلقة السمنة، السمنة. فهي بتعملناها مع شعيرية، هيو قلبت الرز المتوسط الحبة، قلبت فيه حرك لك وتفرجيهم. هيها قلبت فيه الشعيرية وبعدين حطيت عليه الرز. احنا انا هاي يعني اعتبرتها اشياء اساسية اليوم، مشان هيك ما عملتها قدامكم. شوفوا كيف صارت جمد. شايفة هي هاي عن جد يعني من الحركات المهمة فيها، يعني هو لازم هيك يصير. لازم يصير ثك بهاي الطريقه، وهذا اللي بعطيه الطعمه اللي بتفرق. مستمتعه انت حاسه؟ مستمتعه ولا بدي اريحك؟ ايش بدك تحطي هلا؟ والله انك لذيذه تمارا. بدي اياه يغلي عشان انزل عليه اللحمه، يعني هاي كمان شغله مهمه، بدكم تستنوا عليه ليغلي حتى تنزلوا اللحمه. بس عم ببقبق شوي. هلا تمارا اذا انت مثلا ما بتحبي فيه قطع البصل ممكن نستنى. هلا ممكن انك تطحنيه على المطحنه هاي الطويله البلندر عشان يصير الصغار، عشان الصغار عشان ما يقولوا انه هي طلعت لي حبه بصل وابصر شو. شكرا، اهلا وسهلا. شكرا ويسلموا ايديكي. هي والله صح، تقل 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 منيح. تقل منيح. طيب ابو سليم كمان الجيوسي اهلا وسهلا فيك، وتغريد كمان وصفات مميزه ورائعه. مها يونس يعطيكم الف عافيه، سوزان يعطيكم الف الف عافيه، تمارا اشتقنا لكم كثير يا احلى ثنائي موجود الخل، ان شاء الله تتوفروا معنا. وكمان شريفه نعم يتوفر الخل بمنتجات كرم زمزم، وزينب شقيرات كمان بتقول لك من اكثر الاكلات والوصفات اللي انا بحبها، ونعم موجود. ويسعد اوقاتكم من ايمان خالد، نعم بتوفر ال ال الخل. الخل يعني تمارا شو هالايد المباركه، طلعي طلعي كيف هي بقبق والله بقبق على السريع. تعالوا اورجيكم الصراحه، هتشوفوا هي شايفين كيف صار رسميك هنوشه، شايفين ما احلى قوامه بشهي الصراحه هنوشه. هلأ بدنا نقول لمجموعه من اللي عم يتابعونا من صحباتنا حبايب القلب، بدي اقول لرولا ولخالته ام رولا ولاختها خالتها زوزو ولبنتها سوسو اللي بتقول لك عم نتابعكم كلياتكم. ايه ما اسكتكم، اهلا وسهلا فيكم الحلقه اكيد هيك بيج هارت منا انا وتمارا عن جد. بس احلى شيء انه سوسو زوزو خالته، وبعد شو اسم ولا وحده. عن جد عن جد والله. دانا بتقول لي يعني بس لو الاسماء نعرفها، والله علم علمك، بس هم يا حبايب القلب عن جد كثير بنبسط لما حدا بيكون كثير بيعرفنا بتابعنا وبيحضرنا. استني سوسو هلا تذكرت. لا لا ما رح تعرفيها سوسو لي انا. لا لا سوسو انا عرفتها. من وين قالت لك عم تابعنا؟ لا من عمان مش من عمان. لا مش من السعوديه، من تونس فكرت. خلص خلص. هلا انا زي ما انتم شايفين نزلت اللحمه ونزلت جزء من المرقه معاها، لاني انا حسيتها انها شوي ثك زياده عن اللزوم لحد ما تعطيني هذا القوام. لبن بشهي، في عرق النعنع اللي اعطاه طعمه زاكي، وفي كمان البصل هذا الريش اللي انا قليته شوي، فالطعمه الصراحه رائعه. هلا رح نظبط الملح تبعه. يا سلام، ايوه كان بودي اني انا اجرب ادوق. رح تدوقي ان شاء الله ما لقدام. بقدر لقدام لقدام ان شاء الله يا ربي يا تمارا. طيب هلا ايش بدي هلا رح نبدا ناخذ الوصفه الثانيه تبعت الباستا شيلز، هدول رح اخليهم يغلوا شوي وبعدين خلص. تمام، معناته رح نخليها تتهدى براحتها ورح نطلع بالوصفه الثانيه. وبعد الوصفه ما تنسوا تشيروا الحلقه، تكتبوا كومنت وتجاوبوني اذا في من منتجات كرم زمزم خل نعم ام لا، عشان تربحوا معنا. شهي بشهي. Thank you.
أصداف المعكرونة باللحمة واللبن رح تحتاج لباستا مسلوقة ولـ 500 جرام من اللحمة المفرومة، بصلة مفرومة ناعم، وبالإضافة للملح والبهار المشكل. أما صلصة اللبن رح تحتاج لـ 500 جرام من اللبن، 2 سنتم مهروسين وملح. للتزيين بقدونس مفروم ومعلقة سمنة المراعي، فلفل أسود، وبالإضافة للوز. يعني ما بتتخيلوا ريحة الأكل بالاستوديو قديه حلوة لما الواحد هيك يقلي البصل مع الثوم مع اللبن مع اللحم المفرومة. صراحة يعني لو بصح لي هلأ بغمس بس يعني. ما هي زاكية الصراحة، ريحة اللحم المفرومة بتجنن. هلأ هاي الوصفة في إلها كتير ناس بتسميها أشكال ألوان، بسموها شوشبرك كذاب، مانتي كذاب، في ناس بيحكولها هيك. ليش الفكرة؟ إنها هي نفس المكونات. الشوشبرك أنتوا بتعملوا العجينة، بتحشوها الجبن اللحمة وبتسلقوها وبعدين بتعملوا فيها اللبن. هاي أسهل الوصفة عندكم، لأنه أنتوا رح تجيبوا باستا، الباستا اللي هي هذا الشكل، الصدف الكبير، الصدف هيك الكبيرة هيها، رح أجيبها رح أحشيها عشان إذا عندكم عزيمة أو عندكم إشي مثلا حابين يكون شكلها أحلى، فرح نحشيها باللحمة هيها، ورح نحطها بالجاط، وبعدين رح نعمل اللبن بارد عليها برضو. بارد على القلب، معناته إحنا رح نطلع بالفاصل هالنوشة. أوكي. بعد الفاصل منطبقها، ولازم تخبرينا ليش ما طبخت اللبن. أوكي أوكي، هلأ بنحكي. يلا فاصل. طيب رجعنا لكل يلي انضموا لنا هلا مره ثانيه مباشره على الهواء، وبدي ارجع اذكركم بنهايه الفاصل كنت عم بقولكم شيروا الحلقه وجاوبونا اذا موجود من منتجات كرم زمزم خل او لا، عشان تقدروا تربحوا معنا باكج مقدم من عندهم. طيب حنرجع نسال السؤال نفسه، انه ليه انت قلتي لي على الباستا شيلز بدك تحطي لنا اللبن الخاطر ليه؟ هلا اللبن الخاثر تمارا هو فيه بروبايوتكس اللي هم اشياء بتساعد على الهضم، يعني نوع من انواع البكتيريا المنيحه اللي هي اصلا موجوده بجسمنا اللي بتساعد على الهضم، مشان هيك هو كتير منيح لاي حدا عنده مشاكل بالهضم او عنده انتفاخ او شيء بيقدر انه ياخذها، فكتير منيحه. فمشان هيك احنا رح ما بدنا نطبخه اللبن لما بدي استعمله. لما بدي استعمل اللبن الخاطر ما رح اطبخه، رح استعمله بوصفات على البارد. حلو. فاحنا هاي الوصفه عندنا بما انها هي على البارد اللي هي الباستا شيلز، فرح نحط لبن عادي ورح اخفف معه من اللبن الخاطر حتى نستفيد من الفائده تبعته. طبعا انا بس بدي احكي لكم عن هذا اللبن، يعني هو لبن محضر من البقر طبعا الطازج 100% متوفر باحجام مختلفه زي ما انتم شايفين، هذا يمكن الكبير عشان تقدروا تستخدموه بالوصفات. طبعا هو متوفر كامل الدسم وقليل الدسم، والحلو في هذا المنتج انه هو مليان بالخميره زي ما قالت الشيف هانيا اللي بتساعد على عمليه الهضم. طبعا هون عم نحكي عن يعني لبن مميز جدا، انا شخصيا بشربه من ايام ما كنت بالسعوديه، لانه عم نحكي عن المراعي اسم يعني زي ما بيقولوا عمر من نار على علمه. عمر واحنا فيه هيك رتبتي لنا اياهم. رتبتهم خلص بكفي اظن هيك. هلا اللحمه اللي حطيتها لحمه مفرومه قلبتها مع بصله اوكي، وحطيت لها بهار مشكل وملح بس، ما فيها ولا اي شيء. هلا اللي رح نلعب فيه اللي هو اللبن زي ما حكينا. أوكي. هلا على البارد زي كيف لما بنعمل التوتر بورك بكون على البارد، رح ناخذ عنا اللبن. شو انا ايش حاطه تحت ايش حاطه عن جد بخبيتهم. فهي اللبن هيك، هاي المعلقه لبن عادي رح نحط فيها هيو، وبتعملي على البارد. هلا اللحمه سخنه، الباستا
دافيه، فهم دافيين، بتقدروا اذا حبيتوا ترجعوا تسخنوهم شوي، مثلا اذا حاطينهم بجات بايركس حطوهم بالفرن عشان يكونوا شوي سخنين. حلو. فبدنا نطلع، انا بحسها اكله عشاء هيك بالليل على البراد، هي على البراد على الترس غير شكل. خلص انت بدك تيجي تعدي عندي اذا هيك. لما ابعث لك قائمه الاكل اللي بقدر اكله. خلص يوم السبت الجاي رح نعمل حلقه انا وتمارا، اليوم هيك قلنا حبيت هيك التوعيه شوي نوعا ما. نعمل توعيه للناس اللي عندها حساسيه من كثير اشياء بالاكلات، رح نفرجي كيف انه ممكن الواحد يحط لهم خيارات 100%. هلا هي الثوم رح نحط ثوم عليها، ثوم قد ما بتحبوا، اذا بتحبوا الثوم كثير تقدروا تحطوا تنتين يعني لانها بتاخذ. رح نحط رشه ملح. شوفوا يعني عن جد وصفات لذيذه وبتلبق لبعض، يعني لسفره متكامله زي ما بقولوا 100%. ورح نحط من الحليب الخاطر اللبن، اللبن سوري اللبن لبن. طيب انا بدي احكي لكم شغله هون. اخلاص ابو الذهب شكرا لك، بتقول يوم يوم شكله بشهي فوزيه تمارا، ما رح تدوقي رح ادوق، موجود خلبي منتجات كرم زمزم، من قلبي بقول لكم يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. كمان شكرا لكل اللي عم ببعثوا ما شاء الله، ندوش موجود الخلفي ده، ابو غازي يعطيكم العافيه. كمان بدي احكي لك تمارا ايش المشكله اللي عندك، انا مشكلتي طويله، احضريني على الانستغرام تعرفي كل القصه. قصه طويله يا طويله. كمان وفاء ابو التين بتقول منورين. مريم جباره اهلا وسهلا فيكي، يسعد مساكم يا ربي جميعا. يلا هي هيك دقيقه بدي اجيب وينها. إيه؟ مين قام هاي؟ ايش هي؟ يا الله شو اللهو الخفي اللي بيلعب عادي في ايدك خفيه تحتيكي. نعم، فهي رح نحطهم هيك، هي الويسكر رح احركها، يعني شايفين بس حطيت لبن وحطيت من اللبن الخاطر حتى استفيد من البروبايوتكس الموجودين فيه، رح احركهم مع بعض مع الملح مع الملح والثوم ليصيروا عندي بهاي الطريقه. هي هيك صارت هذه جاهزه. هلا الاشي الثاني اللي رح نعمله حتى تكون اسكى واسكى اللي هي رح احط سمنه على نفسها. هلا بتشوفيها، لا مش عليها نفسها، بدي احطها على الهاي على الوجه هي. اوكي دسميها دقيقه هي هي لبين ما تحمل مقلاي. هي هيك بدك نقرب لك اياها شوي. اسمعوا قاعده بحاول اعمل حالي انا ايش سوبر وومن. ليش شو عرفني ليه بعمل هيك؟ يلا يلا هيها رح نحطهم هيك وبتغرقيها هانية، مش انه اشي زي ما بقول المثل شمو لدوق. لا لا في ناس حتى بقولوا لها هذه الأكلة بقولوا لها فتة، انها زي الفتة فعلا. هي هيك رح احطها عشان تضل شكلها مرتب. حبيت. اوكي ورح نحط عليها البقدونس. هلا ممكن تعملوها صيامي من دون ممكن بدون اللحمة. اكيد اكيد ممكن تعملوها صيامية. هي هيك اوكي. وحتحطي قلتي السمنة على الوجه. هلا هون صارت عندي حامل المقلاي، رح احط فيه عليها سمنه. هيك. طيب هنوشه ناخذ احنا الوصفه الاخيره السلطه ولا بدنا نعمل هلا العصير؟ يلا ناخذ السلطه. يلا دندونتي راجعه من قبرص هلا دانا. حليانه شايفتيها؟ شايفتها مسمره طبعا. ماما لا حسد. هي مش سامعتني باي ذا وي. لا لا مش سامعه. دانا رجعت من قبرص وحليانه، هيها دخلت لانه بدنا نرجع نعيد من اول وجديد. طيب يلا عيدي عيدي. وبتحكي تليفونات ومش قرة. يلا. طيب هي انا حطيت هون عندي السمنه وبدي احط عليها اللوز. يا بتحطوا لوز يا بتحطوا صنوبر اللي بدكم اياه. يا سلام. انا مستعمله اكيد سمنه المراعي بنكهه الزبده. اما ما بقدر اوصف لكم الريحه اللي طالعه. عن جد زاكي رهيبة. طيب رح ناخذ هلا لو سمحتوا وصفة السالاد. سلطة الملفوف الأحمر مع دبس الرمان رح تحتاجوا لاثنين كوب ملفوف أحمر مقطعين بالإضافة لبصل أخضر وفلفل أحمر مفروم، حب رمان وخيارتين، كزبرة ذرة حب، أما للصلصة ربع كوب زيت زيتون ونص كوب عصير برتقال من المراعي، معلقة كبيرة خل الكرم، خل الكرم، ومعلقتين كبار من دبس الرمان وملح ونعناع ناشف. تمارا كيو يلا هلا هاي. يا سلام سمعتوا التش الصغيرة؟ التش ايوه. اوف الصوت سمعتيه؟
هيني انا عم بسكت عشان تسمعوه، عشان اسمعوا هاي التش اهم شيء الصراحه عشان تتاكدوا انه وين بدك تحطيها هون. اذا سمحتي هاي هيك هلا اذا حطيتوا عليها رشه بخاف احكي صورت رمان هلا بتتحط لا مش رمان خلص مش داش رشه بابريكا حبيبتي بلا بابريكا والله لون احمر قد ايه بيطلع حلو خلص يلا عشان انتم صاركم عندكم حساسيه من البابريكا بلاها خلص بلاها اليوم طيب هانيا انت عم بتحضري لنا هيك طلعت السلطه شو خطر لك ملفوف احمر مع برتقان احكي لك ليه عشان الصراحه حسيت بدنا يعني حسيت كله ابيض ابيض قلت هيك يكون شوي في الوان يعني باكلتنا فالملفوف الاحمر طبعا كلكم تعرفوا قد ايه هو غني بالالياف وغني بفيتامين سي وغني بكثير كثير اشياء وانتي اوكسيدنتس كمان مضاد للاكسده فالفكره قلت انه اليوم بدي اعمل شيء هيك ملون شيء زاكي لانه في كثير ناس كمان ما بتتغدى اكل صح. على بالصيف بالشوب كثير يعني احنا من الناس اللي بالشوب كثير الصراحه بناكل سلطه على الغداء كلياتنا يعني بنكون مش قادرين يعني سلطه وخلص فقلت خليني اعملها اليوم هيك وملونه ومنكهه وزاكيه وفيها خل ابصر الخل موجود مع مين ابصر مع اي شركه موجوده معنا الخل هي الخل هيو حطيت لكم اياه هون انا طيب خلص ما بتقدر هانيا لازم ملكه التخشيش وعلي حط لهم زوم ان عاد يعني لو تحطوني زوم ان انا اليوم وانا منفوخه هيك شوي ايش بدكم احلى من هيك تخشيش ما في اظن طيب نذكر بالسؤال السؤال بكل بساطه في خل بمنتجات كرم زمزم ايوه الجواب شايفينه فارس حط لنا اياه زوم ان بالفعل زبطه طيب هانيا هلا شو بدنا نعمل هلا بدنا نحضر هلا انا كمان تمارا انبسطت انه عاده بتعرفوا بنكون عمالنا بنحضر اي شيء بالمطبخ انا صرت دائما افتش على الطرق الاسرع كمان لانه كلياتنا بنكون مشغولين يعني التوم بجيبه يعني بحطه بالبلندر بحطه بمراتبي بكون فريش بحط عليه زيت وشويه ملح وبحطه بالفريزر بصير اسهل اني اطوله كثير من الاشياء احنا الستات نقدر نوفر على حالنا فيها شغل انه خلص نعملها ونحطها قدامنا ولما بدنا بنستعملها ففكره الدريسنج كمان للسلطات كثير حلو انكم تستعملوا فيها عصير يعني انا عندي قنينه عصير زاكيه من المراعي او هذا بفتح قد ما شربنا منها بقدر اخذ منها على السريع ادخلها بالدريسنج تبعت السلطات حلو بدل الليمون بدل يعني. الليمون فهي فكره لذيذه مشان هيك قلت اشارككم فيها طيب شو رايكم نطلع بالفاصل الاخير هانيا عشان أوكي. نرجع نعمل السلطه والعصير ونكون سكبنا لكم كمان اكلاتنا عليم الله حاسه حالي مع هالبوكيه كانه وين قاعده بعرس او بخطبه فيعني ما شاء الله السفره بتشهي راح يطلع لي منها سلطه من غير فلفل رومي ايوه هو هيك هلا هلا قبل الفاصل بتقولي على فكره هاني انا طلع عندي حساسيه من الفلفل الرومي فقلت لها خلص ما بنحط فيها شوفوا حلو حلو الواحد يكتشف هلا احنا كلنا بنتحذر انه ليش كنا طول عمرنا ما بدناش شيء فجاه بصير معنا شيء صح يعني اكيد في حكمه من هذا الموضوع واكيد أكيد. في شيء اخذينه وعم بيسبب لنا هاي القصص طيب هانيا بدنا نرجع نذكر لاخر مره لانه بختام الحلقه بعد دقائق قليله راح نسحب اسم الرابح او الرابحه معنا من منتجات كرم زمزم يا زمزمو عشان نقدر طبعا نشوف مين يلي راح يربح معنا الباكج اذا كان موجود منتج الخل من منتجات كرم زمزم او لا فالسلطه احنا اخذناها هينا هلا بدنا نبدا فيها هلا زي ما حكينا راح نحط فيها ملفوف احمر حلو هيها ملونه هي انا بقولها رينبو ايام هاي قد ما بحبها خلص اظن هيك وشوفي الطريقه الحلوه كمان للي عندهم معده عصبيه او قولون عصبي من الاشياء اللي عم بتصير معي بنصحونا دائما هانيا اي شيء فيه الياف كثيره تفرموه ما تقطعوه اوكي فافرموا الاشي فرم زي ما عامله اليوم هانيا هو اصلا انا عملته عشانك حبيبه قلبي انت من الساعه 7 انا وياك بنتفاوض على الصبح الله وكيفك بصبح صباح الخير اعمل شاكريه ولا اعمل بابا غنوج بقول بابا غنوج مين حكى لك بابا غنوج لا لا ما هي بتستفزني بفيق الصبح بشيك على الموبايل عشان اشوف اذا جايني مسجز من الناس اللي عايشين برا
اللي هم لارا حبيبة قلبي لارا، وانا بدي اسلم عليها. فبفتح الصبح راسا يعني راسا، اول ما افتح عيوني بشوف اذا بنتي بعت مسج، فبعدين بلاقي تمارا طن طلعت لي بستوري. اما بصحى الصبح بكير ولا شو فيقها تمارا الساعه 6 الصبح بتحكي لي شو المنيو، بقولها هيك المنيو. ومن بلش نتبادل المنيو لنوصل على الساعه 12. تخيلوا انتم تقعدوا تحكوا بالطبخ الساعه 6 الصبح ما شاء الله يعني. طيب هلا حطينا هون الملفوف، رح انزل عليه الذره. حلو. ورح ننزل كمان الخيار. الله الله، اسمعي فرتها بايدي اليوم هيك فايقه. ما انت بقول لك فايقه، قاعده على شو اسمه الترس وشغاله، قاعده شغاله بالفعل. هلا رح نحط كمان بصل اخضر. حلو. هيها شوفوا النكهات كلها بتلبق لبعض. ورمان. موافقه موافقه. هلا باكل اي شيء. والله اخاف احكي لهم رمان انا. فيها كزبره سعادتك عندك؟ لا ما عندي تحسس الحمد لله. طيب هاي رح نحط هون. هلا انت بس المتحسسه في منه الفلفل، الفلفل الفلفل الرومي الاحمر. فيكم تحطوا فلفل رومي عليها برضه بيعطيها طعمه زاكيه. اكيد. هلا رح نحط عليها رشه نعناع. نعناع ناشف. نعناع ناشف او يابس زي ما بقولوا له. اوكي. انا حبيت قصه الدريسنج. الدريسنج كثير فكره سهله يعني، ايام الناس بيقعدوا يحكوا لي طب ايش نعمل دريسنج لهاي، بقول لهم دائما اذا في شيء شوي هيك حلو بالسلطه حطوا له شيء حامض حامض معه. فالعصير كثير زاكي، وهيني انا مستعملت لكم اليوم عصير المراعي اللي هو البرتقال اللي معاه لب البرتقال كمان. بحب انه يكون معاه لب البرتقال، بيعطي هيك تكستشر اسكى الصراحه. والحلو انه كمان بدون اضافه السكر، يعني انتم اليوم ما عم تاخذوا شيء صح يعني يزيد الوزن للي عاملين دايت او للي ما بيحبوا اصلا صح. العصير يكون فيه كثير سكر او محلى 100%. وبعدين ما في مواد حافظه، فبتقدروا عادي انه قصدي لازم يكون بالثلاجه اكيد. وهي زيت الزيتون كمان. وهي زيت الزيتون، هي رح نحط رشه فلفل اسود. فلفل اسود لا عادي عادي تخفيش. عادي انه كثير. وهي شوي ملح. اوكي. وبدنا زيت زيتون، هيك بتكون السلطه جهزت كمان. اوكي. الشكريه بدنا هيك نعمل لها عشان ناخذ الوصفه العصير. أوكي. شو رايك ناخذها على الوش؟ يلا سموذي التفاح الأخضر. رح تحتاجوا لبردقانة ولتفاح وزنجبيل واثنين كوب سبانخ، حبة كيوي ومعلقتين من العسل واثنين كوب عصير بردقانة من المراعي وكوب من التلج. بتعرفي هانيا كنا عم نحكي هذيك اليوم انا واخصائيه التغذيه صاحبتي حبيبه قلبي دانا. دانا الله يسلمك يا ربي دندونه، بتقول هذيك اليوم كمان انه العصير الاخضر هلا صاير كثير الناس يطلبوه صح. بالمحلات الكوكتيلز صح. عاد زمان ما كانوا يعرفوا له الناس ويقولوا يي كيف حدا بيشرب شيء بس بحطوا له شوي افوكادو وخيار. ايوه صح مزبوط بس يعني زي ميكس الخضره مع الفواكه كانه مزبوط. هو لانه بيعمل ديتوكس يعني انا احسن ما اكل مثل لا خلينا نكون واقعيين، تاكلي تفاحه منيح يعني بس فكره انه ما رح اقدر اكل تفاحه وبرتقانه ومش عارفه شو، فانا بعملهم بميكس وحده وباخذها. هلا اذا حطينا معهم شيء زي السبانخ زي البقدونس هي هاي الفكره هانية ايش الخضره اللي ممكن تعمل ينحط. ديتوكس كمان للامعاء وبتعطيك شعور بالشبع فانت بتبطلي. هلا هي بتعرفي شو اعطتني أكثر. كمان نصيحه يعني اذا اخذنا المسويات على السبعه كوجبه عشاء بس حتحطي فيها قشطه ممكن ممكن مع طبعا عسل يعني طبعاً. بتكون صح. وجبه لذيذه صح مزبوط وبتعطيكي هيك شعور بالشبع منيح. طيب هي سلطتنا المشهيه. نسيتي صحني طبعا انت ييه. ايوه الله وكيلكم حاطه الصحن وفارته الي فارته الساعة. قاعده تفتش عليه ساعه مسكينه وبعدين يسلموا ايديك بدي اخبيه عشان هلا بعد الفطور. لا اعطيها الجاط والله ما اكل الجاط عشان اشبع اليوم والله هي انا بحب اعطيها الجاط الصراحه. تفضلي. طيب هنوش هيك سلطتنا صارت جاهزه. عصيرنا اخذنا المقادير فرح نعمله. كنا عم نحكي انه في بلس ماينس بالمكونات مثلا بالعصير تبعك مزبوط صح ممكن يعني زي ما حكينا بتقدروا تضيفوا عليه اشياء بتقدروا مثلا تضيفوا عليه حبه افوكادو بيطلع طيب اكيد بس دقيقه انا حبيت الكيوي حسيت رح تعطي حموضه مزبوط صح وانا حطيت التحلايه تبعته بعسل. في ناس بتحط حبه موز مثلا في ناس بتحط ميبل سيرب بتقدروا تحطوا اللي بدكم اياه
زنجبيل فكرة لطيفة. والزنجبيل فكرة منيحة طبعا. يعني شوفوا أكيد. أشياء ممكن كلها تكون كمان لترفع المناعة يعني بشكل عام ممتازة. صح 100%. هلأ هي هيك وهي التلجات هيك صار العصير إيش؟ شبه جاهز. يلا يلا هي هيك. يعطيك العافية. الله يعطيك. سلمى عمار بتقول انه في خل من كرم زمزم، ما هو يا بنطج الجاط يا بينطج هاد يا بده يعني ايش اعملكم والله الصراحه، ايش محطوط تحت وايش محطوط هاي كان لازم توصلي اياها اكثر عشان هلا بنبعث لعبدين. بمناسبه مطابخ عبدين لازم نوجه لهم تحيه كثير كبيره، لانه لما حدا بده يحقق حلمه زي هانيا بمطبخه بمطبخ احلامه بقدر يروح مباشره على شارع مكه بعمان ويحقق الحلم مع المهندسين. وما تنسوا كمان في تقنيه 3D اللي بتقدروا تشوفوا كمان المطبخ كيف ممكن تقسموه من جوا. وطبعا لسكان اربد والشمال بيقدروا يزوروهم بالحصن هناك. فبكل بساطه بتمنى انكم دائما تفوتوا على صفحاتهم على السوشيال ميديا وتشوفوا كل الاشياء اللي موجوده عندهم من خشب من الوان من موديلات من ديزاينز من افكار كثير حلوه، لانه فعلا مطابخ عبدين زي ما انتم بتشوف بتحقق حلم كل ست بيت زي هانيا. ما شاء الله ما شاء الله على تمارا. طيب هلا احنا هون رح احط عندي بردقانه، يعني في عندي بردقان وفي بتقدروا كمان تعتمدوا على اللب اللي موجود اوريدي بالعصير اذا استعملتوا عصير الرمان عصير البردقان اللي مع اللب من المراعي. هلا هي حطيتهم هون رح احط عليهم التفاح. حلو. هاي انا بحبها وكنت اعملها ايام لما بدي اروح على الشغل بكير بكون طالعه كنت اعملها، بتعطيني شعور بالشبع وكمان بتعطي شعور هيك يعني انت عم تشربي شيء هيلثي شيء بيقوي المناعه. اللون الاخضر بيعطي كمان راحة. هذا الشعور تبع انه عم باكل شيء مفيد. صح مزبوط. انا دائما بحب هاي الاشياء بس بخاف من مكون الخضار اللي فيها بكون مش عارفه شو لازم احط. هلا السبانخ تقدري تحطي سبانخ تقدري تحطي بقدونس تقدري تحطي كرافس كمان ممكن، هاي من الاشياء اللي بتنحط فيها عاده بس انا ما قدرتش ما حبيت اني اقطع التفاحه قبل عشان ما بدي اياها تتاكسد بدي اياها تضلها بكل فايتها عشان اسقيكي منها هاي ولا عندك حساسيه قلبي. من شيء فيها لا من هون ولا شيء. طب يلا منيح ممتاز. ولا عندك حساسيه من شيء؟ صرت اخاف انا اخاف عليها يعني حرام. امبارح حكيت للشيف خميس قاعد الشيف خميس امبارح اذا شفت ستوري بياكل بلحمه المنسف يمكن بعثت له مسج قلت له يعني لا حول ولا قوه الا بالله بيطلع لي اعمل لك بلوك. ليه؟ يعني مش انه بياكل قطع قاعد بياكل وبيتمزمز وبشرح، يعني قلت طب انا ليه بعذب بحالي اعمل لك بلوك يا خميس. ممتاز هذا هو الحل اللي طلع عندها لتمارا. طبعا ما بقدر يعني لازم اضلني بتابع طبعا وشرطكم حضرت الستوري كلها. شوف خميس حط عليهم ال هايد 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 هايد. طيب هاي حطيتهم هيك رح نحط عليهم العسل اكيد. حطينا كيوي وحده. حطيت كيوي وحده وتفاحه وبردقانه وهي كمان حليناها بشويه عسل احلى واحلى اذا بتحبوا يعني طبعا. وهي رح نحط عليهم من العصير هيك. هلا رح اطحنهم بعدين بس اخلص رح اضيف لهم الثلج طبعا عشان المكونات ما تزيد عليها مي. ايوه تمام لو عشان ينطحنوا مزبوط. يلا شيروا الحلقه عشان نقدر هلا اول ما نخلص العصير نسحب اسم الرابح. يلا هلا بدك تضيفي قلتي الثلج. مزبوط بدي احط الثلج. ايش فكره انك قسمتي هاي؟ لانه لما بدك تحطي الثلج من اولها معاهم بجوز ما تنطحن يعني تصعبي فكره انها تنطحن حبه البردقان وحبه التفاح فبحب اضيف الثلج بالاخر. هيك بيكون صار جاهز. ايوه هيك ما تكتروا كثير يعني عشان ما بدي اياه انه هو صح مع موجة الحر هذا بدنا رطل من الثلج. والله ثلج بالفعل. خلص هي هيك هي رح احطهم بس خلطه صغيره وخلص ورح اقيمهم هيك بنجيب لك الكوبايات.
شوفوا ملكه سكب العصير اللي هي انا يعني. طلعوا هاي تمارا رح تعملكم اشي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله. يا الله يا علي. ها علي طلع والله طلعوا بعدين لابق مع الكحلي و لا لا اليوم حاسة حالي بهواي انا. واو واو الصراحة. هاي الكوبايتين صاروا جاهزين. رح اجيب هلا كوبايتين الي والك 100% عشان ننعش نفسنا بعد هالشوبات الصراحه. وبدي تذكرينا شو عملنا اليوم وصفات. اليوم عملنا وصفات هيك خاصه بالشوب، قلت لانه الكل مش رح يقدر يدخل على المطبخ يعمل وصفات صعبه. فعملنا الشاكريه او لبن امه اللي هي لحمه ومعها لبن من المراعي، واستعملنا معه الشنينه كمان، حطينا فيه نكهه النعنع. بتقدم مع رز مع شعيرية، استعملنا رز الكرم الحبة الصغيرة طبعا مع شعيرية. وعملنا كمان الباستا شيلز أو الأصداف المعكرونة، حشيناهم باللحمة المفرومة وحطينا عليهم لبن ومن المراعي واللبن الخاطر كمان استعملناه شوي حتى نستفيد من البروبايوتكس اللي فيه. وعملنا كمان سلطة الملفوف مع الذرة مع الرمان كتير زاكية بدريسنج عصير البرتقال. وعملنا السموذي الأخضر بالتفاح والبرتقال والسبانخ وعصير البرتقال. يعطيك ألف عافية هنوشة. أنا بدي أشوف مين ربح أو ربحت معانا لليوم بختام الحلقة من منتجات كرم زمزم. حيطلع الاسم على الشاشة. وسيم الشريدة ألف مبروك لك يا وسيم. تقدر تتواصل من خلال صفحتنا على الفيسبوك عشان تقدر تستلم جائزتك. مبروك لك ومبروك لكل يلي شاركونا من قبل، وإن شاء الله بتربحوا معنا بالأيام الجاي. هنوشة يعطيك العافية. يلا الله يعافيك. وأكيد رح نكمل معكم مع عمان تي في. خليكم دائما بتتابعونا. تضلوا بخير.